فقالت لي طب مثل حاجه. فانا اتخضيت قلت ايه مثل حاجه دي؟ فاتن حمامه قالت لك طب مثل حاجه. مثل حاجه يعني حاجه جميل. ما حدش يقول لواحد كده جديد واحراج بقى وخوف اترعشت امثل ايه واقول ايه. ففكرت اقول لها حاجه بالانجليزي من هاملت من شكسبير بالانجليزي. وقلت غالبا هي مش هتفهم بقول ايه فهتقول كويس عشان ما عشان كانها يعني فقلت حته من شكسبير هتهيل كويس قوي خلاص. قلت لها أنا المونولوج بتاع تو بي اور نوت بي. لا قلت لها المونولوج بتاع اسمه جيت ذي تو ا نونري يعني بس يعني مونولوج. ايوه